Uh, now give the floor to the representative of Algeria. Thank okay. you, Mr. President. <coughs> السيد الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، بداية التحية والتقدير لوهد البرازيل الصديق على رئاسته المتميزة لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، مع خالص الشكر على تنظيمه النقاش المفتوح الخاص اليوم بالأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأس هذه الأوضاع بدون أدنى شك القضية الفلسطينية، بالرغم مع الأسف من أين الاجتماعات تتوالى والمخرجات تتشابه ولا ترقى إلى مستوى تضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. لقد دخل مجلسكم الموقر منذ سنوات في مقاربة إدارة النزاع للإحتواء المؤقت لحالة الصراع القائم والعنيف. بدل البحث عن الحلول اللازمه لانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعه في اقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف لذلك يتمادى الاحتلال في مواصله سياساته الاستيطانيه والعمل الممنهج الذي يقوم به لفرض سياسه الامر الواقع وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى مع السعي للتهويد المقدسات الدينيه في القدس الشريف بشكل يتنافى تماما مع احكام القانون الدولي. ان هذه الممارسات الصارخه التي تعرض المنطقه الى مخاطر من شانها تهديد الامن والسلم تعد انتهاكا جسيما لحقوق الانسان والحريات الاساسيه بما فيها حريه العباده التي تكفله جميع القوانين والشرائع الدينيه. وان السكوت على ما تتعرض له المدينه المقدسه اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين امر مرفوض فلسطينيا وعربيا واسلاميا وانسانيا القدس زهره المدائن تتعرض للتهويد المتواصل والمتصاعد والمتراكم دون ان يسمع صوتها الاقصى يتعرض لاقتحامات يوميه والمستوطنات تنشر من كل الجهات البؤر الاستيطانيه داخل الاحياء العربيه تزداد اتساعا وسكان القدس يهجرون ويعتقلون ويقتلون والمؤسسات العربيه تغلق وتدمر السيد الرئيس اصحاب السعاده ان الجزائر وفاء لموقفها الثابت ازاء القضيه الفلسطينيه لم تدخر جهدا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا واقتصاديا وماليا وتشدد كما اكده فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون على ضروره ان يتحمل المجتمع الدولي وبالاخص مجلسكم الموقر مسؤولياته المنوطه به لوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولتوفير الحمايه الدوليه اللازمه لشعب فلسطيني شقيق ولمقدساته في القدس المحتله. وإيمانا منها بأن الخيار السياسي والسلمي هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، عملت الجزائر على توحيد الصف الفلسطيني من خلال استضافة حوار وطني فلسطيني للبحث في كل ما من شأنه أن يعزز وحدة الصف والجبهة الداخلية الفلسطينية وقبول جميع بالقرارات الشرعية الدولية بما يجعل الأشقاء الفلسطينيين على اتم الاستعداد للانخراط في اي مسار تفاوضي سلمي مستقبلي بصوره موحده، لذلك تعمل بلادي جاهده على دفع عجله المصالحه الفلسطينيه وتوحيد الصف الفلسطيني الفلسطيني حيث نجحت جهود فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون في جمع الشمل الفلسطيني بالعاصمه الجزائريه في لقاء تاريخي بعد فتور دام سنوات بين الاشقاء وذلك بمناسبه الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر المجيد وهكذا تبقى الجزائر وفيه لمبادئها ولقيمها للدفاع عن القضيه الفلسطينيه وعن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وفقا للقرارات الشرعيه الدوليه ومبادره السلام العربيه التي تبقى من ضمن المرجعيات الاساسيه المتعارف عليها دوليا كسبيل وحيد يضمن الوصول الى حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه سيد الرئيس اعضاء المجلس الموقر ان من يراهن على عامل الوقت والزمن لفرض سياسه الامر الواقع في فلسطين ويجعل من غير الطبيعي طبيعيا رهان واهم لا يستخلص دروس التاريخ التي أثبتت عدم إضفاء أي شرعية على احتلال ويبقى أصحاب الحق متمسكين بحقوقهم المشروعة إلى أن يتم تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق غير قابلة للتصرف وشكراً سيد الرئيس